بالنسبة زي ده لياسين رياح، أتمنى إن يكون موجود معانا، إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. وين حطينا في دي سيتياسيون ديفيسيل، رقينا وين حطينا في دي سيتياسيون، يعني في مواقف صعابة، لقينا رواحنا مركزين أكثر، حاضرين أكثر. هي هي البطولات كيفاش تلعب، ان شاء الله محضرين ماتشونا بالكدايه الماتش الجاي، وعاقدين العزم ان شاء الله باش ننتصروا باذن الله وندخل ان شاء الله بقوه في الدوره هذه ان شاء الله بانتصار. مانتنو لي كونديسيون، احنا الوقت اللي عديناه مع اللاعبين مانيش باش نقعدوا نحكيوا على الظروف صعيبه ولا على اللي كوفيد، جينا 28 لاعب، 28 راجل، 28 شخص مقررين مع بعضنا باش نمشيو لبعيد. مانتنو نقص، لكن مازالوا 22 راجل، مازالوا 22 مقاتل اللي ينجموا يوصلونا للاهداف نتاعنا. انا عندي ثقه فيهم كبيره، ونعرفهم 22 اللي قعدوا باش يقوموا بالواجب، باش يعطيوا لو ماكسيموم باش نوصلوا للاهداف نتاعنا. بالطبيعه هذا مش باش يجيب الكلام، يجيب بالمجهود سور تيران، يجيب بالتضامن، يجيب بالكونسونتراسيون، يجي نلعبوا من الاول حتى الاخر، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ونحقق الهدف نتاعنا.